أدعو معالي المفوض العام لوكالة الأونروا السيد فيليب لإلقاء كلمته فليتفضل. Your Majesties, heads of state and government, Mr. Chair, Your Royal Highness Mohammed bin Salman, أصحاب الفخامة والمعالي، الدول والحكومات، أصحاب المعالي، شكرا لكم على إتاحة الفرصة لي للتحدث أمام هذه القمة الاستثنائية. كان شهرا مؤلما لنا جميعا، والأونروا ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين تنعي قرابة 100 زميل قضوا نحبهم في غزة، وفي يوم الاثنين القادم سوف ننعيهم جميعا، وقد لقى أكثر من 10,000 شخص في فلسطين وفي غزة حتفهم، معظمهم من النساء والأطفال. القوات الإسرائيلية دفعت الكثير من الناس في غزة، هناك حوالي ما يزيد عن 70,000 من النساء والأطفال يعيشون في مراكز ومنشآت الأونروا. ما رأيته عندما زرت غزة ستظل ذكرى عالقة في ذهني إلى الأبد بسبب هذه المآسي التي رأيتهم، إنهم يطالبون بالطعام والغذاء والدواء. وعندما زرت المدارس التابعة للأونروا كانوا يضحكون، أما الآن فالمدارس أصبحت مكتظة بالأعداء ولا يرتقي للمعايير الحقيقية والدولية الكريمة. الحقيقة إن الوضع كارثي وصادم في غزة، والأماكن مكتظة بالأفراد، وكل شيء أوشك على النفاذ، الدواء والغذاء والوقود، وما شاهدناه يوم أمس من القصف غير المبرر على مستشفى الشفاء والشهداء الذين سقطوا. أصحاب المعالي وأصحاب السعادة، إن زملائنا الذين يعملون في الأونروا وبعضهم نزحوا، وهناك شح في المواد والمواد والمستلزمات الطبية، هناك نقص شديد في هذه المستلزمات الطبية. نحن نسعى جاهدين لإرسال رسالة طمأنة للأطفال كل صباح، أن الأطفال لم يلقوا حتفهم. أصحاب المعالي، إن أهل غزة الآن يفتقرون للأساسيات والاحتياجات الإنسانية الأساسية، ويشعرون أن العالم كله قد تخلى عنهم، خاصة العالم العربي والإسلامي. هم يريدون إرسال رسائل للعالم وصرخات الأطفال والأمهات. يوم الخميس تحدثت أمام مؤتمر دولي في باريس لدعم المدنيين في غزة، وحذرت بلهجة شديدة من خطر الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير ونزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وأكدت عن رفضي لتهجير ونزوح الغزاويين في غزة، وكما حذرت من توسع رقعة الصراع في أماكن أخرى في المنطقة. الضفة الغربية وصلت إلى نقطة الغليان مع ممارسة السلطات الإسرائيلية للعنف وقتل الممنهج يوميا للفلسطينيين في الضفة الغربية. أصحاب المعالي، إن الفلسطينيين في غزة دائما ما كانوا يعتدون ويعتمدون على العرب والمسلمين للتضامن، هم بأمس الحاجة اليوم إلى تحويل هذا التضامن إلى إجراءات أكثر قوة وصرامة. أريد دعمكم، وأريد أيضا أولا وقف إطلاق النار الطاق، وقد تحدثنا عن ذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني، وإضافة إلى البنية التحتية الحساسة ومستشفيات ومدارس الأونروا التابعة للأمم المتحدة. هذا هو الطلب الذي نؤكده دائما، وأنا متأكد أن العديد منكم يمكنهم بذل هذا الجهد، ولا يجب أن نتوانى عن ذلك. ثانيا، العمل على إدخال المساعدات الإنسانية غير المشروط، وهذا أمر مهم جدا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في قطاع غزة. أما الموقف الإسرائيلي المتعنت ورفض دخول الشاحنات، وهم يسمحون فقط بدخول عدد محدود من الشاحنات، يجب زيادة هذه الشاحنات وعدد المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، خاصة عبر المعابر الموجودة على الجانب الإسرائيلي مثل كرم أبو سالم. ثالثا، الأونروا في أمس الحاجة إلى التمويل،
أن الأونروا ليست فقط أكبر منظمات الأمم المتحدة العاملة في غزة، ولكنها هي شريان الأمد الوحيد المتبقي في غزة. يمكننا أن نقول بكل ذلك أن الدول التي أعلنت عن المساعدات والتبرعات للأونروا أتوجه بجزيل الشكر إليهم، وأدعو بقية الدول من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن يظهروا تضامنهم من خلال دعم الأونروا. وأود أيضا أن أوضح للناس في أن العالم الإسلامي والعربي على أهبة الاستعداد لدعمنا وإعطائنا وتقديم الموارد اللازمة لدعمهم. وأخيرا أريد منكم أن تدافعوا بقوة وحزم عن المنظمة ضد المزاعم أن مدارسنا تنشر الكراهية والعنف في قطاع غزة. هذه مزاعم وأكاذيب وأضلاليل، وتأتي من أشخاص يريدون أن نفشل في بيئة تدعو إلى الاستقطاب. وختاما علينا أن نضع في الاعتبار أيضا أننا اليوم نواجه موقفا سياسيا متأزما، أصبحت حياة أو موت للعديد من الأشخاص والناس، ولكن آمال الفلسطينيين هو أمر حيوي. علينا جميعا أن نتعامل معه قبل أن يفوت الأوان. وأحث أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الآن أن تجدوا حلاً وإيجاد حل لنزع فتيل لهذه الأزمة. بدعمكم الأونروا ستقوم بواجبها دائماً. شكراً جزيلاً.